في بدايه البند دايما اول حاجه في البدايه ما بنبقاش عارفين لسه الحاجه دي ناجحه ولا مش هتنجح ولا الولاد دي لسه صغيرين بيفكروا في ايه. اكيد زي ما في ناس شجعتكم في ناس وقفت ضدكم وعندي لكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه كده. قولوا لي مين عمل كده ومين عمل كده، مين شجعكم ومين ما كانش مرحب بالفكره. والله 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 العظيم مش كلام، بس انا بجد مش فاكر حد ما شجعش، او يمكن اللي ما بيشجعش ما بيقولناش في وشنا. اللي شجعوا الحمد لله ناس كتير، وعشان يعني يمكن فرصه حلوه ان الواحد يديهم حقهم، كل الناس اللي بتشتغل معانا. احنا كل الاغاني اللي بنعملها تقريبا كلها كلمات امير طعيمه، الحاني، توزيع مادي، مهندس صوت خالد سند، دول الناس اللي بتعمل الاوديو طول الوقت. تحيه كبيره ليهم كلهم، يعني بحبهم جدا. بالذات 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 امير طعيمه. امير عايز اقول لك انه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، لحد ما ابتدينا لحد النهارده، امير عمره ما خد مننا ولا جنيه على كلام اغنيه هو خدها، مع ان امير ده اغلى شاعر بيكتب اغاني في مصر. صح، هو عشان هو مصدق فيا وفي الفكره وفي الباند، وعشان هو راجل مش طول الوقت بيفكر في الماده، عشان هو بجد فنان وهو بجد حاسس انه هنا في حاجه مختلفه. فبالذات امير انا بقول له شكرا، لان هو فعلا انا لو مكانه بصراحه ممكن جدا ما كنتش اعمل كده. هو مش محتاج ابدا يعمل ده. فبشكر امير. احنا كمان. وطبعا طبعا طبعا حبيبتي بعد امير، دنيا سمير غانم. عشان دنيا من اول ما كنت، قبل ما انا كنت هغني في الباند، كانت بتسمع الاغاني بتيجي تفضل تقول لي الاغنيه دي حلوه قوي، الفكره دي مش عارف ايه. ومره جت قبل ما ابقى هغني في الباند سمعت اغنيه اللي هي اغنيه المصالح. قالت لي الاغنيه دي حلوه قوي، انا عايزه اغنيها مع الباند. الله. لما تيجوا تعملوها انا عايز اعملها معاهم دوات. فقلت لها طبعا يعني انت هتدي زقه جامده جدا. صح. جدا للباند ان هم في الاول خالص كده يعملوا دوات مع اسم كبير زيك، فده هيخلي الناس تعرفهم اسرع. ففعلا اول لما عملنا الباند عملنا معاها اغنيه المصالح، والحمد لله يمكن هي من اكتر الاغاني اللي عملت فيوز عندنا بسبب دنيا. طبعا تحيه كبيره لدودي العسل القمر.